يا اخي الله يقلع شكلك. مين ايش هذا؟ تعال انت. كيف حالكم يا جماعة؟ طيبين، مساء الخير وصباح الخير، معاكم يور هوست ليزي بوتيتو، وجايين اليوم نكمل من فين ما وقفنا آخر مرة. How are you boys؟ حسن نسيت أشغل شيء والله، مو مهم، حنفتكره في وقتها. الماوس هذا نشيله. هو لو تحسبها، لو أنا أسوي بثوث مثلا كل يوم ساعتين ثلاثة كذا، كان قيدي خلصته في 4 أيام، في 3 أيام. فبفكر أرجع للنظام ده، بدل ما أسوي بثوث هذه 4 و6 و7 ساعات و5 ساعات و8 ساعات، واجلس اقطع بالايام، اسوي لي جدول اضبط السالفه. اوه نو، نسيت اشغل المد. قلت لكم في شيء حسيت اني نسيت اني اشغله. انا من اول جالس اقتل ذول على اساس حرفل على حسهم. دحين ما في تلبيل، يلا مو مشكله. دحين بديت انتم باسلوب، اول كنت باسلوب ودي العبها وكذا، الاسلوب اللي هو ايش يعني، احنا جايينك بالطيب، دحين بالاسلوب البطال. ما بتلعبها عشانك ما خلصتها. الله 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 الله، لسه توجي يخرب بيتها. روح للفون كينج، الفون كينجز. في لسه ليفل كمان عندي. ياهو ما في ليفل؟ اما كذا، ما بالسلاح ذا طيب. تنحسب لي بضربات لما يصدها؟ اتوقع ما تنحسب. تضربني؟ غلبل على حسه. بس ليفل 8. شكرا جزيلا. يا سطط مثلث. كله من الدرينج. الوم الدرينج لو انضربتنا. الله السلاح سيء. يا اخي ما تستحون. اكيد في واحد كينج ورايا صح؟ هذا كان نزوي هندر. اهم شيء لا يرمي السحر الثاني، هذا مو مشكلة. مشكلة مع الرولات بنضربه، هذا شيء طيب. مت عشان السلاح الثقيل. اها لا 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 لا. تعال انت هدفي. خبصت الدنيا كالعادة يا اخي. البنك جاف مو فوقته. انا اي بليم ذا ويبن توايس. العب دارك سولز 2. جالس اجهز له روت ان شاء الله. خلاص هو بصوا بس انا بالعاني بطول البث شويه. يا جماعه تخيلوا ترى في 5 دقائق نقتل ده ونروح لجوين يعني. بعدين ايش نسوي باقي اليوم؟ ورطه ترى. لازم اموت كذا مره. بالغلط. I did not mean to do that. What happened to me؟ تنطيط ون بيس. يس اتعلم من اودا طبعا طبعا معلمي وسيدي. ليش مقفل السب؟ لغيت عقدي. السب موجود في الكيك، منصه كيك، بس عشان تويتش العقد حقهم كذا بقلل فرص انه يحصل لي بان، بس برضه وارد يحصل لي بان عشان بسوي بث على منصتين. نزل المستوى. نشرب. سلاح طيب هذا مره، اتوقع يوجعهم صح. اتذكر السلاح ذا فيه له هجوم نور ولا شيء زي كذا، اسمه جانت ولا جرانت ولا ما افتكر كويس. هاي في شبح. لا تضربني. الجير طيب جدا. يس هذه هي. جرب ان شاء الله. اوه من زمان لعبته. نحن طبعا حيضرب السحر عشان معي سلاح كويس. يب نصده هذا. ما في حيل اجلس اتضارب. تبا لك. وين الضربات الجيدة عندما نريدها؟ ضربني ضربتين. يا اخي الهيت بوكس حقه غبي. متنا. في سحر جاي.
موت موت خلاص موت 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 انت والويب حقك والحاجات حقك يب موت اول مرة ثاني مرة وعاشر مرة. بنحاول نحافظ على القوة حقنا بس ما احنا قادرين. هذا كيف اضربه؟ اها طيب مو لازم. اصعب بس تم سدح يا اخي يا اخي ما ماني قادر عليه اصلا حتى لو بقتل ماني قادر. تك خليه بحاله كلكم معه. والله تحسه حرام تقتلوه صح؟ مروق تحسه جاب الكشته حقته وطالع. استنوا استنوا سلاح طيب سلاح طيب سلاح مره طيب. لا تضربني لا تضربني لا حد يضربني الله يرضى عليكم. ما بضرب احد وما بنضرب ولا ابغى اتضارب وابنشر السلام في كل مكان. ولدي ولدي جاء. شوف هنا لو مت انا مره حمار. دعي اخبط في البلاتفورم. ايوه زوي هندر ايوه. عبي عبي استمنا شوي هنا. تورت قبل ما نضرب. استنى 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 ما نضرب ما نضرب. هنا فرصة نضرب ضربتين. فيري كويس. السلاح تغير للأسف. خليته يضربني أحسن تصدقوا. لا لا تبعد لا تبعد لا تبعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماني فاهم ايش بيصير. ودي اغير السلاح. اتوقع قريب يتغير. ما في ضربة ثانية يا قلبي غير هذه. الله عشان خويه حيجي دحين. اكره 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 لما يماطلوا كذا. اوف تغير السلاح كويس الحمد لله. لا ترمي سحر. سلاح طيب مرة. لا نضرب بس. ضربة ضربة. بقول لكم انا لو مت هنا انا غبي، خلاص بس اركز واقدر. لا 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 لا. اوكي انا غبي. انا غبي مرة. في شربة؟ طمع شان يا عيال طمع شان. لا تشرب طمع. نسيت اني خلصتها اصلا، دائما اخلصها انا قبل الفايت عشان لا اشرب. اقول لكم محتوى ما تصدقوني. البقعة عندك البقعة عندك بريال؟ اي سيد بقعة. المفروض لي ليزي بقعة ف خلاص. صديقنا من سدح حنسيبه بناء على طلب المشاهدين. نشوف الجماعة اللي غير في عدد كافي هنا نقتله. يطور لنا سلاح بدون ما نتعرض له. إذا مت أنت نوب كالعادة عادي عادي. أنا نوب خلاص من دحين. ليه صرت نوب في الأخير؟ الصبر في شيء اسمه مقياس الصبر عندي طيب. هذا كل ما ألعب أكثر وكل ما أطول أكثر كل ما ينتهي أكثر، ولما ينتهي يصير لعبي أسوأ، فاهم كيف؟ منطقي الكلام بقوله ولا مو منطقي؟ هذا سلاح طيب مرة. هذا زي الزوي هندر. نسخة أبو كلب من الزوي هندر. والله ركز وخلص واخلصكم واخلصني ونخلص الجميع ويعيش الكل في سعادة وخلاص. برين اوف. لا لا انا كذا دائما. عشان كذا كنا نويب في ووركرافت. ياب 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 ياب. تكون حصري عندهم وابو كلب والنسب مرة ياخذوا كثير و ما اعرف ما اعرف. تويتش ليه ميزات بس برضو سلبياته صارت اكثر. ما صار مريح يا اخي. I will get hit here, then I will round here, then I will hit here, then I will run here. يا اخي قهرني قهرني لما اسوي الحركة ذي يخرب الريذم حقي. في ضربة عنده من الضربات هذه اللي اسويها امسكني. يلا خمسة لبلاد تروح.
يا رب ليفل واحد بس. يلا السلاح مو بطال كمان، ما يوجع بس سريع. ايش بسوي انا؟ والله سلاح سيء، قال مو بطال مرة سيء يا اخي غباء. اوه كان حيضربني الثاني لما يوصل يا اخي. الهيد بوكس حقهم غريب. هنا لازم نكون قريبين كده. بلاك نايت سوار طيب. ينفع دي ضربتين هنا؟ كن شاكر لولو خلاني. شفتوا الكلب؟ اوه جا الثالث. خلاص موت موت انت. نتصرف مع الاولاني. رجع تبا لك. ضربة واحدة، ضربتين، ضربتين. السلاح فيه له دم لين تقول بس. يا اخي الهيد بوكس غبي يا اخي حقهم. ماني شايف الكاميرا كمان. اسوء شيء في القتال هذا الكاميرا ترى. كيف 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 يا اخي اقسم بالله غباء. حقطعك زي الشجره. I will hit you till you die. والله هو شكله hit me then I die. سلاح خراب. انا مو بطال السبير. شوفوا بالعين تعمدت انضرب. قال لك محسب حيجيني سلاح احسن. جاني اللي اسوء منه 20 مره، جاني اللي اسوء منه 30 مره. يا عمي مستحيل يا عمي يفوز. خلاص يا رباه. لا تيأس لا تيأس يا ودي. طول ما دام بقيه بيلعبوا سيسي دودو كذا اموري طيبه. ما حنخاف منهم عشانهم اربعه واحنا واحد. كواليتي اوفر كوانتيتي بويز، كواليتي اوفر كوانتيتي. ايوه اشكرك على الضربه الغير قانونيه. يا عمي خربانه الكاميرا. بداوا يفقدوا صبرهم العيال. يقبري بدأوا يفقدوا صبرهم. صار كل واحد ينغز النغز اللي يبغى ينغزه. هذا واحد مات. هيلنا. كم كينج يا عمي؟ صاروا ستة كينجز. ايش هذا؟ عمي خربان اللعبة اقسم بالله. سلاح مو بطل. عادي ان شاء الله 10 كينجز. اضربهم زي ما ابغى اضرب. ليش سلاح جاني دمجه اقل من عمري؟ لا يطلقوا سحر بس اهم شيء. نفسي احول الكينج اللي عندي هذا ابو كلب. مو ظابط معايا. شوفوا دحين لو كان معايا سلاح كويس كان قدي قتلتهم. السلاح ما حيتغير لسه باقي لي 20 ضربه. ولا حيتغير. والله حظي حظي زباله كمان. ليش العب جن جيم؟ الاسلحه بتتغير على حسب كم ضربه بضرب الوحوش. 8 كينجز يا عيال. انا اقول انضرب ضربه عشان يتغير السلاح بس. ايوه شوفوا اشوى شويه دمج. لا تنضرب اكثر من كذا يا وديع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فقدنا التركيز للابد. انفجر قد ما تبغى. بالغلط بعد. ينفع احول الكينج حقي؟ اتوقع عملت اقرو الاثنين بالغلط.
يا اخي الله يقلع شكلك. مين ايش هذا؟ تعال انت. مين السلاح الغبي؟ يلعن اشكال الشيطان. ايش ذا يا عمي؟ اقسم بالله كانسر ابدي يا عمي. ايش ذا يا عمي؟ والله اكثر من اربعه حتى ما اعطوني ايش اسمه ليفل لهذا زياده. ها هنتر شكرا على الفالو. ثاني محاولة كفو. رابع محاولة. هذه موتة حق ايش؟ انا اعترض، انا اعترض على الموتة هذه. دحين اعلق هنا للابد، ما نروح لجوين، ما في بلين بلين بلون يا عيال. يا ربي. اوفر لورد سول تو ذا فيسل. والله طيب يا اخي. تركز انت تستطيع يا اخي. شوف التركيز هذا، انا عندي مشكلة مع التركيز. خلصت المود، باقي جوين. هحاول معاه بدون باري. لو مرة احتاجنا الباري، ولا اسوي باري وخلاص ونخلص المود يا عيال. لا خلينا نطولها شوية، لسه توي بادي من نص ساعة. بلاك نايت هول باردو. يلا بسم الله. بسوي هندر. طيب ما هو غش. اوه ما نط. خربان قولني يا عيال. ايش يقول خربان ذا يا عيال؟ انا اقول قول خربان. انا ما اعترف، هذا مو قول، هذا احد جاي مكانه. مفروض اول هجمه يستخدمها انه ينقص، صح ولا لا؟ اعترفوا. عندي زوي هندر. بطشك؟ لا الا لازم ينط، الا لازم ينط، دائما ينط طول عمري ينط. والله الطريق طويل، والله الطريق مره طويل كمان، بس طويل. ليش جالس اضرب؟ عشان الف ال ايش تسموها، 9. لو ما جريت عنده ما ينط. اما معلومه والله. العاب السولز مهما تلعبها تكون لسه بتتعلم عنها حاجات. يراوغ ياد وله جد. هاي كذا تضرب بارتو، هكذا تضربه بالارتو. احتاج لفل 9. نقطة حف جنب الزعيم. صاروا يعملوا كذا اكثر في العاب السولز الجديده يا مات. ابمد ايش اقول لك ابراهيم؟ انت باقي في المود خلاص اخر شيء. بالله كان في حفره يا جماعه. جالس اقرا اسم الرجال انا. انا ما ادري ايش ذا، ما ادري ايش صار قبل شوي. ايش في؟ شو الموتة دي؟ قد ما تلعبي سولز دائما في موتات حتكون غريبة عليك. والله جري علي جري، مو بطالة مو طيبة يعني. حسبتك استسلمت؟ لا ما استسلمت. جمب. ايه دحين صار ما عنده ضربة غيرها. والله السلاح زفت. يا ابني يا جماعة سويت بري ما زبط. والله مقهور من الحفرة اللي طحت فيها، كان معي زوي هندر طيب مرة. والله الطريقة بعد من ذهب لبغداد من جد. سوي بري وخلصنا. طيب ابشر يا اخي، على اساس لما اسوي البري خلاص حتظبط، هو حيسهل الوضع. كلين كلين كلون. ما افتكر النطة كيف اسوي لها بري طبيعي، سنجرب على هذا. طيب تمام. لا تمام كويس. نشوف نقدر نسوي له باري ثاني. بشوف مهاراتي. الله قال تمام يا اخي. اخاف من الباري، ما ادري لا يوترني كذا، كاني بلعب في بي. هاي
يلا نقتله. بسم الله. هنا عن شكل الشيطان. ياخذ ضربة غير متوقعة كانت. مرة غير متوقعة. هو يضرب أكثر. يحتاج لبل. يا اخي سريعة الضربة مرة. كانت كذا من اول. هيل ما اقدر اهيل يا دايزي. ما اقدر اهيل. اخي على طول ما في الانيميشن. على طول طلق. ديبريشن. مو وقتك بس شكرا على الفولو. هو فعلا احنا داخلين ديبريشن. كيف انا طحت في الحفرة؟ يا عيال ليه ما حد قال لي في حفرة هنا يا عيال؟ والله احس بالطريقة على طول انا. Can you die please؟ يا رب تزبط دحين ما في حل. يا اخي دمه كثير. ضيعت الضرب للاسف. ما عندي هيل. السلاح زي الزفت. والله السلاح زي الزفت. نفس لون ضرب ثاني. المشكله في المود هنا احتاج اضرب كثير ورا بعض عشان الف السلاح. الضربة اللي بيدها. الله يا رب يا رب يدمج مرة كثير. لطيفة لطيفة جدا. بس اركز واقدر. يا عمي ويتشر خربوه مرة. اها اها. يبغى لي بطل اقرشات. يا اخي الشيلد هذا ما وده يروح. طان طان. بضرب سطل ولا ما بضرب واحد. الحمد لله تغير. ابغى اغيره تاني. السلاح مو عاجبني. ونتورك صراحة انه نروح بعيد مرة. شنقوين. المشكلة اللي قدام مع سبير ممكن هو يرفعني اكثر من ذا. والله السايف ما ادري كيف مع الفري بس يلا. وين يا جالس يلسعني عاد. هذا السايف اللي يشبك فيه بليد. يا الله. الكفر الكفر الكفر. ليش الكفر؟ بعد ذا كله اخ يا المعاناه. خلاص خليني كده في 7 واروح له بالهيلين. وهذا سلاح كويس ومعي شيلد يسوي بري. يلا ندعس وجهه. اقدر اديه ضربة لما يلف كده. حسبي الله ونعم الوكيل. عارفين تشبك ضربة واحدة الثانية اوتوماتيك شبكت. والثالثة تعرفوا بلد الأونجا بونجا. هذا بلد الأونجا بونجا يسهل عليك المهمة. اخي ابغى طريقة ريلايبل. عشان مشوار مرة طويل. ويلي جامب بليز. تبا لك. عيال ايش فيه يا عيال؟ البكلر هذا ما اعرف صد بيه. قلت لكم ما اعرف صد بيه. صديت بس لا ما في بري قال لي. صغير صح الدرع. نعمل مراجعة لسكرو. من زمان ما لعبت ترى مرة من زمان. بتسوي لبا. يلا هذا السلاح كويس. بسم الله. فرض لب الحين. خاف لب والسلاح يتطور. ما لفلت بس السلاح قاعد معاه. السلاح مرة طيب. للأسف ما أقدر أهيل.
اقدر ولا ما اقدر؟ اقدر عيل بإني اضربه ضربتين هنا كذا. سويت بري، يا الله ليتني لو صديت. فرطت على نفسي. غبي 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 يا اخي غبي. اتوقع بتفشل. لا ارمورد كور انا عن نفسي مجربها زمان ولعبة طيبة جدا، بس كان فيها مشاكل تخلصوا من اغلبها، انه ما ينفع تغير، ما تتخيل جيرك ما ينفع تغيره لما تدخل مرحلة. اول كانت نظام مراحل عشان وكذا، ما تقدر تطير على طول. يا اخي انت عاطيني لعبة العب بروبوتات كذا، خليني اطير على طول، مو اجلس امشي على الارض. وبس هذه انا التعليقات اللي عندي، الباقي كان كله طيب. اتمنى ما يطولوا تشبيهات البوسات زي زمان، او يكون قتالاتهم ممتعة. بسم الله بسم الله. الشيلد الغبي اللي جاني. ربي. بابا جوين، بابا مو كذا يا بابا. يا اخي ممكن البس رينج يخليني ادمج الناس، برضه فكره طيبه. اوه عندي الهورنت رينج كمان، صح بغالي استخدمه، يزيد الدمج حق البري. شوفوا يفرق، تخيل يطلع مره يفرق، مره يفرق. ما شاء الله. شال كل شيء. صديت وسمعت صوت الشيلد. لا تقولوا لي دوي، لا تقولوا انا بالعاني بطول البث كذا ترى. تبوني اخلص ساعة ونص؟ معقولة تبغوني امشي بسرعة كذا؟ اسوي لكم بثوث ساعة؟ ايش حلقة مسلسل كوري انا ولا ايش؟ لا لازم اطول. انا ما بختم، انا جالس اتراجع لورا فاهم؟ بعد شوي لو مت مرتين كمان البوسات اللي ورا حيرجعوا عايشين فاهم؟ مداك وصلت لجوين، انا عند جوين من زمان، انت لو تدري حتقول لي كيف انت مسوي في نفسك كذا؟ لو تدري كم لي عنده؟ الوضع مزري ترى. هلا هلا، من وين يوديع؟ والله من جدة. ايش يا جماعة؟ والله شككتوني بنفسي. اروح اراجع، اروح الاحوال المدنية اقول لهم اسمعوا ترى الشباب مو مصدقين، ايش اسوي؟ اغير جنسية ولا اغير اسمي ولا؟ ساعة ومل مل مل عادي مل، مو لازم تكون مستمتع. ماني عامل البث هذا عشان تستمتع حضرتك، خلاص في اليوتيوب عامل لك فيديوهات تستمتع بها، هنا مو لازم. سمي نفسي خان كذا عشان بكره لما افتح محل البخاري اقوى لاعب عربي. كيف عليك؟ كيف تعرف ثاني اقوى لاعب؟ المفروض زي الان هيدن شولدر. ايش هو احسن شامبو رقم واحد في العالم يا جماعه؟ ايش كان الاعلان؟ كيف كان؟ الاشن 1 مع الكيزي. اوه حط صورة شخص فخم. رجاء جوين خلاص طولنا السالفة، نبقى استاهل استاهل. ليه ما سويت بري؟ مستوى بالله ما في مستوى، ما في اليوم مستوى. انا جالس اسولف خلاص، مبسوط بالقعدة معاكم يا رجال. صديت صديت طقر. راحت علي مستر كات. كله منك. الناس جاية مرضانة وتستنى، تخيل يعني تخيل نفسك تعبان مريض وتستنى وانت تعبان، وهذا اكيد يعني اخلاقك ما بتكون تمام. احنا نحاول نحتوي الموقف على قد ما نقدر. هاي هاي، هذه فرصة طيبة جدا، بس الشيء اللي يتغير اللعبة جالسة تعلق. اشرب هنا ولا خليني بسلاحي؟ اشرب. شكلها هذه يا بوز، يا رب يضرب ذا الشيء. مو بطال. بسم الله. هذه هي بوز. هيها
ايزي ليتس جو سلكت اخيرا يلا النهايه اخيرا والله خلاص خلصت السالفة عشان لقيت واحد فاتح سواليف مستشفى بارم شكرا شكرا يا كوايت يا دكتور الوليد شكرا شكرا بويز خلصنا مود كان جيم وعلى هذه الموسيقى ما حقول لكم وداعا بقول لحقين اليوتيوب وداعا حقي اليوتيوب أتمنى أنكم استمتعتوا بالسلسلة اللي يحتاج مني أي شيء يعرف وين يلاقيني في تويتر في ديسكورد في انستغرام في البثوث تعالوا حياكم تنورونا لا تنسوا تعملون لايك وشير وسبسكرايب ومع السلامة لحق اليوتيوب.